ان الباشمهندس ابراهيم محلب ادى اداء جيد على مستوى الخدمي وعلى مستوى المرافق في خلال الثلاث شهور او الاربع شهور اللي مضوا، تكليفه هو استكمال لبعض المشروعات اللي بداها على مستوى خدمه المواطنين، وحتى انتهاء الاستحقاق الثالث من خريطه المستقبل هو الانتخابات البرلمانيه. جزء اخر انه في مجموعه من الملفات اللي اتفتحت عن طريق وزاره الزراعه ووزاره المال المحليه ووزاره الاستثمار وايضا وزاره السياحه اللي عملت مجهودات معتبره جدا هتبان بشائرها في الصيف الجاي وفي الشتاء القادم ان شاء الله على نطاق مناطق سياحيه في مصر. طيب انت شايف ان ده مش هيعيد نظام مبارك مره ثانيه او النظام اللي فات مره ثانيه؟ اعتقد ان تصريحات الرئيس السيسي اكدت اكثر من مره انه لا عوده للوجوه القديمه.